الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قسم سنة الرابعة متوسط راح نشوفوا حل اختبار اقترحناه في الفيسبوك كمان راح نشوفوا حل التمرين الثاني اللي هو مقترح بقوة في الهدية دافعة الخميس هي والأمن الكهربائي هم مقترحين بقوة في الهدية إن شاء الله باش نوضحوا برك واش التمرين نقربوا السوجي برك للشاشة هكا باش يشوفونا شوفوا الطلبة السوجي راح يخدموا هاوليكم السوجي نخدموا الشكل هذا هاو الشكل راح يخدموا عطاك جهاز أو جسم عفوا معلق في رابعة فأشار أشرت مؤشر جهاز الرابعة إلى القيمة 5.3 نيوتن من بعد حطيناه داخل حوض تبغى تغير القيمة أرجع قداش رجعت؟ رجعت 4 نيوتن فانزاح مقدار من الماء كما ولا كي حسبنا الكتلة تاعو لقيناها 130 غرام لاحظوا الكتلة تاع الجسم السائل المزاح رجعت 130 غرام نشوفوا لها ابن أسئلة جات هنا السؤال الأول قالنا ماذا تألف؟ قالت ماذا تمثل كل قيمة تشير إليها الرابعة قبل وبعد غمر جسم آسف السائل اثنين طلب عليك أحسب شدة دافعة الخميس بطريقتين مختلفتين باستخدام العلاقات الرياضية بدقة ثلاثة أحسب حجم السائل المزاح تعطى قيمة الجاذبية الأرضية جي تساوي 10 نيوتن كيلوغرام والكتلة الحجمية رو للسائل المستعمل هي 1024 كيلوغرام على المتر مكعب من بعد قدنا حرر يوسف الجسم الأسفل من الخيط ووضعه في سائل قام بتحضيره مسبقا من أجل أن يبقى الجسم عالقا ومستقرا داخله يعني مغمور كليا كما في الوثيقة رقم 4 أعطيك الوثيقة هذه أو السائل بعد ما حروا وش قلنا السؤال باعتبار الجسم آسف في حال التوازن اكتب شرط توازنه في هذه الحالة تكتبوا شرط التوازن وبين كيف تكون كثافة دي 2 مقارنة مع كثافة السائل دي ليكيد آخر سؤال قلنا مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم آسف في هذه الحالة مع وضع الترميز تعملوا لها هذا تمرين الأمن الكهربائي هذا السوجي اللي ودوا عندكم في الفيسبوك نجموا تشوفوه اللي بارطاجيت لكم في الفيسبوك راه نحلوا التمرين الثاني تاعو اليوم ان شاء الله وضع بسم الله اذا من اليوم على طرف واش قال اذا اعطانا جهاز الرابعه بالطريقه هذه هذا الجسم فاشار جهاز الرابعه الى القيمه ماذا؟ الى القيمه 5.3 نيوتن وبعد ما غمر الجسم في سائل ها انزاح منه مقدار كميه من السائل فأشار الجهاز الرابع إلى القيمة 4 نيوتن والجسم هذا كي حسبنا حطيناه في الميزان أشار القيمة تاع الكتلة تاعو كم كانت؟ 130 غرام هذا هو الشكل تاعك اللي تعطيه هكا المعطيات اللي عطاتكم جاذبية لاجرافيتي هذه لاماس لاجرافيتي 10 نيوتن على الكيلو غرام وعطاتكم مرور تاع الجسم 1040 كيلو غرام على المتر المكعب تمام هذه المعطيات هكا بون السؤال واش قالنا ماذا تمثل كل قيمة من قيمة الجهاز الرابع إذا هنا نعاودو نرجعو للدرس نعاود نرجعوا للدرس تاعنا تاع دافعة الخميس وش يقول؟ حنا درنا ثلاث تجارب اذا تذكروا في دافعة الخميس، التجربة الأولى أعطيناكم جهاز رابعة يعني جسم معلق في حالة حرة طريق وأعطيناها لكم بالطريقة كما هذه الحالة الثانية قلنا بدافعة الخميس هي تساوي القيمة هذه ناقص القيمة هذه يعني بطريقة دقيقة جدا دافعة الخميس في الحالة الأولى تساوي بي ناقص بي ا بي بي هو الثقل الحقيقي وبي ا بي هو بي ابارونس هو الثقل الظاهر دونك دافعة الخميس تساوي الثقل الحقيقي ناقص الثقل الظاهر
يعني تجريبيا مش معناها، يعني دفن الارقام تساوي القيمه التي يشير اليها جهاز الرابعه في الوضعيه الحره تاريخ وحده نفس القيمه التي يشير اليها جهاز الرابعه في الحاله الثانيه وهو مغمور داخل الجسم مغمور داخل السائل. فهمت؟ فهمت؟ شفيت عليها ولا مش شفتوش عليها؟ الحالة الثانية دفعت الخامس واش تساوي؟ قلنا تساوي هي ثقل الماء المزاح، دونك أن الجسم هذا الماء هذاك اللي ساح نحسبوا الكتلة تاعو هكا ونضربوها بالجاذبية، نحولوها ونضربوها بالجاذبية، هذيك هي دفعت الخامس هي ثقل الماء المزاح. الحالة الثالثة دفعت الخامس تساوي هي رو في جي، واش معنى رو في جي؟ رو يعني هي كتلة هجمية الجسم هذاك، في في يعني في الحجم تاع الجسم اللي غمرناه أو الحجم تاع السائل المزاح. في الجاذبيه في الجرافيتي، دونك عندنا ثلاث حالات، نعيد نعاود نقول لكم هنا، إذا دفعت الخامس عندها تساوي ثلاث حالات، الحالة الأولى هي بي ناقص بي أر بي، الحالة الثانية هي ثقل الماء المزاح، معناها هي الآن فتحة في الجاذبية، حيث الآن فتحة هذه هي الكتلة تاع الجسم، الكتلة تاع الماء المزاح، محولة للكيلوغرام بطبيعة الحال، الحالة الأخيرة هي رو في الذي في جي. إذا نقول شوفوا بلي عندنا ثلاث قوانين في دفعة الخامس، هذا القانون الأول بي ناقص بي أر بي لو بوا الثقل الحقيقي ناقص الثقل الظاهري، أن فتحة في جي حيث أن فتحة هذه مش هي كتلة الجسم أو السائل المزاح بالكيلوغرام، رو في 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 جي رو هي كتلة الحجمية تاع الجسم تاع السائل عفوا كتلة الحجمية تاع السائل يمدوك رو ليكيد في في هذه واش تمثل؟ عند نجم نعتبرها حالتين، في هذه نجم نعتبرها واش؟ هو حجم السائل المزاح حجم الجسم، وقلنا هي نفسها حجم الجسم المغمور، لأنه يعني قلنا في الدرس شفنا بلي جسم حجم الجسم المغمور هو نفسه حجم السائل المزاح. تمام؟ وضعوا لها نفس ما بعض، فهمتوا ما فهمتوش؟ طيب نقولوا هنا في هذه ما تبانش هنا، نعاودوا نشرحوا هنا واش هو في هذه، قلنا في واش هي؟ هي حجم السائل المزاح، وهي نفسها واش؟ حجم الجسم المغمور، الجسم اللي غمرناه هنا هو نفسه الحجم تاع السائل اللي للمزاح. تمام؟ هذا ذكرنا بالدرس، راح نبداو درك نبداو نحلو التمرين، نبداو نحلو التمرين. هنا السؤال اللي عادة ديما يجيبوه في الامتحان اليوم ما جاش في السوشيال، واش هو؟ يقول لك الانسان شكون كتلة الجسم؟ يقول لك الكتلة تاع الجسم قداش؟ واش قلت لك المرة اللي فاتت الكتلة تاع الجسم وانا جاي نخبي، وانا جاي نخبي هذه الكتلة تاع الجسم، راهي هنا، لأنه هذا يمثل ثقل الجسم، وعطاك الجاذبية، دونك نجمو نلقاو تساوي قيمة الكتلة، هذا السؤال دايما يجي طلبة ما يجاوبوش عليه. فهمت؟ دونك الكتلة تاع الجسم راهي نخبي هنا، هذه 5.3. واضح؟ نبداو نجاوبوا على السؤال واحدة واحدة. إذا السؤال الأول واش قالنا؟ ماذا تمثل كل قيمة؟ إذا نبداو على السؤال ألف. نبداو على السؤال ألف، ماذا تمثل كل قيمة؟ هاي شكون يقول لي القيمة هذيك الأولى ماذا تمثل؟ السؤال الأول قلنا ماذا تمثل كل قيمة؟ هذا السؤال. إذا القيمة 5.3 نيوتن هذا هذه ماذا تمثل؟ الشيخ تفضل بوزن يعطيك الصحة. إذا هنا قيمة 5.3، إذا بي تساوي 5.4 أو فاصل 3 نيوتن. 5.3 نيوتن، إذا واش تمثل؟ تمثل الثقل الحقيقي. اوكي، هذه تمثل الثقل الحقيقي، انه الجسم في حاله واش؟ في حاله راحه كما نقولوا، ما فيهاش حاجه يستند عليها ولا متكي عليها ولا في وضعيه هذه. واش قال لي الشيخ محمد؟ قال لي هذه 5.3 نيوتن، ما دام هي 5.3 نيوتن تمثل الثقل الحقيقي، وبيش تساوي واش قلنا في الدرس تاع الثقل؟ بيش تساوي الان ان في جي، تساوي ان في جي تساوي 5.3، ومن واش تساوي ان؟ 5.3، والجاذبية قداش تاعها من 10، دونك تعطينا 0.53 وشي وحدة كيلوغرام. هذا السؤال زدتو لكم من عندي،
في حالة ما طلب عليك حساب الكتلة. تميز. في حالة ما حساب يطلب منا حساب الكتلة. في قناة لاكام برك. اسمحوا لي. فوالا الطلبة اللي يشاهدوا فينا ماذا بينا تبارطاجيو الفيديو يرحموا والديكم. إذا قلت في حالة ما طلب عليا في السؤال هذا ما طلبش عليا حساب كتلة، بصح في حالة ما قال لك استنتج كتلة الجسم هاي التلاتة كيفاش أن الكتلة هذه راهي مخبية دايما وين؟ مخبية وين؟ مخبية داخل الثقل. فهمتوا لي ولاد ولا؟ أو في تساوي آن في جي قلب. ومن وش كيف نلقى آن؟ آن تساوي بي على جي. آن تساوي بي على جي ونطبقوها. بي على جي. آن تساوي بي على جي. نبداو نطبق بي هي 5 ماس 3 وجي هي قداش 10 نلقاو النتيجة 0.35. معلش هذو ما قالش عليه ما قالليش احسب الكتلة. هذا السؤال زدتولك من عندي انا. بون قلت القيمة 4 نيوتن. القيمة 4 نيوتن هذه ماذا تمثل؟ هي بي ابارونس. بي ابارونس هي 4 نيوتن. ماذا تمثل؟ تمثل الثقل الظاهر. دونك الاخر هو الثقل الحقيقي والاخر الثقل الظاهر. إذا الثقة الظاهرة وش هي؟ مش قلنا عليها في الدرس إذا تذكروا، الثقة الظاهرة هي القيمة التي يشير إليها جهاز الرابعة بعد ما واش بعد ما نخبروا الجسم داخل. برك القيمة هذيك هي الثقة الظاهرة وش معناها؟ يعني أبارونس يبان لنا لكنه في الحقيقة ثقل مزيف. مخدوع القيمة هذه مخدوعة، علاش؟ بيسك عاونها الماء. حنا قلنا ساعات نروح للماء نحب نعاون خويا الصغير. راك معايا ولا؟ نقولوا كيف نعوم على ظهرنا، نقولوا دير استرقي على ظهرك في الماء ونحكم بيدي نحكم هوك. واش يبان لنا الثقة تاع خويا واش يبان؟ يبان خفيف، علاه؟ لأنه عوم الماء. هل نجم أنا لبرا هك عادي نحكم خويا ونحكمه مثلا على ظهره؟ اسكو نجم؟ ما نجمش علاش؟ علاش؟ لأنه ثقيل. يعني هاز خويا ثقة حقيقي. لكن في الماء كي نعود نقولوا ذكا يعاونني الماء، تسمى الماء يضرع. سي بور سا سميناه ثقل ظاهر، ماهوش حقيقي. ايه جاوبنا السؤال الاول. السؤال الموالي احسب شده دائمه الخميس بطريقتك. اعطيناكم القوانين هاي نبداو بالطريقه الاولى. حساب با حساب دافعه الخميس دافعه الخميس الله مستحى اف اف كان يديرها ماجيسكيل وكان يديرها مينيسكيل. اف نيسك اف هكذا او هكذا فهمين. واش تساوي دافعة الخميس؟ واش قلناها لكم؟ دافعة الخميس هي الطريقة الأولى. شوف الطريقة الأولى قلنا دافعة الخميس تساوي بي يعطيك الصحة بي الثقة الحقيقي ناقص الثقة الظاهر ناقص بي ابارونس. نحطها في اطار اسمعني مليح قانون دائما يتحط في اطار. نبدا نعود دافعة الخميس تساوي بي الثقة الحقيقية 5.3 ناقص بي ابي هاي 4. واش تعطينا النتيجة؟ 1.3 وما نساوش الوحدة وش هي؟ معظم الطلبة ينساوي الوحدة. كون سقسيت الاستاذ مشكل تاع الطلبة في الفيزياء انهم ينساو الوحدات ما يكتبلكش نيوتن. بيسك دافعة واش هي؟ دافعة واش معناها؟ راهي قوة. هو فعل ميكانيكي. فهمت ولا؟ قوة. الطريقة الثانية كيفاش نحسبوا دافعة الخميس؟ الطريقة الثانية واش يساوي القانون تاع دافعة الخميس؟ تفضلي يا فراس. تساوي ثقل الماء المزاح. ثقل الماء المزاح. لاحظوا انا عندي الكتله تاع الماء المزاح ولا هو هنا انا كاين بياج فخ وشو خويا قرن تلميذ اللي ما حولش راح اللي ما حولش راح صح صح 130 لازم نقسموه على نكتبوا القانون الصح دافعة تساوي الكتلة تاع الجسم عفوا الكتلة تاع الماء المزاح في الجاذبية هذا اللي تكتب الكتلة تاع الجسم رد بالك تزني 0.53 هذه مثلا في حالة ما طلب عليك حساب كتلة الجسم لا هي تساوي الثقل تاع الماء اللي تبزع نهضروها بالدارجه دافعة الخميس واش تساوي الثقل تاع الماء المزاح يعني اللي تبزع اللي ساح شتو هذا اللي ساح نحسبوا الكتله تاعها حسبناها نحولوها نضربوها بالجاذبيه
ورد بالك تحسب لي الكتله تاع الجسم هذا اللي غمرناه ولا اللي حطيناه الداخل. جميل. دير واش تساوي؟ ان فتحه هي 130 قسمه 1000 قداش؟ 0.16. في الجاذبيه اللي قداش؟ 10. واحد 0.16 في 10 تعطينا 1.3. شو طلع نفس النتيجه ولا؟ نفسها ولا؟ خرجت لنا نفس. هذه الطريقه الثانيه. واضح ولا؟ شكون ما فهمش؟ اذا الثابت الخامس الطريقه الثانيه هي ثقل الماء المزاح، تسمى الماء اللي ساح نحسبوا له الكتله تاعو نحولوها للكيلوغرام نضربوها بالجديد. ساهله ولا صعيبه؟ ساهله. السؤال الموالي قال احسب حجم السائل المزاح. هنا ترجعوا التلميذ اللي راهو فاهم ياخذ الدرس. حجم السائل المزاح. الحجم تاع السائل المزاح ولا جهه سمعناها ولا؟ واش ولا جا واش من قانون نخبي واش من جيب؟ جيب هل في الجيب هذا ولا في الجيب هذا؟ حبس طرف ايوا قال استاذه في الجيب هذا ولا جا سمعنا حجم السائل المزاح واش من قانون؟ في القانون الثاني صحيح في القانون رقم 3 اللي كتبت لكم مع البدايه قلنا دائره الخميس تساوي رو في في هذه اللي كتبت لكم حي في وش هي؟ حجم السائل المزاح او حجم الجسم المغمور شفتوا ولا؟ دونك هنا راح نحسبوا الحجم تاع السائل المزاح منين؟ من قانون الثالثة دابت الخامس. سيدي الأستاذ ما عنديش لا عندك دابت الخامس لقيتها 1.3 متر. تسمى المجهول الوحيد تاعي شكون هو؟ هو الحجم. أروح هنا. إذا هنا نكتبوا حساب حجم السائل المزاح. مليح واش نقول لدينا دائره الخامس واش تساوي رو في جي هذا قانون حيث نوضحوا رو هذه وش هي وفي هذه وش هي وجي هذه وش هي باش الطلبة تاعنا يفهمونا مليح. رو هذه هي رو تاع ليكيد يعني الكتلة الهجمية تاع السائل أو يمدها لك أو عطاها لك في الورقة. إذا هنا واش هي؟ رو واش هي؟ هي الكتلة الهجمية مش كتلة السائل، الكتلة الهجمية للسائل. نفس الكتلة الهجمية تاع السائل هي نفس الكتلة الهجمية تاع السائل الموزع. ما كانش فرق بين عمر وبين زيد. الكتلة الهجمية هي نسبة الكتلة على الحجم كانت تناسبية. تزيد الكتلة واش يصير؟ تزيد الحجم تنقص الكتلة نفس الحجم تنقص الكتلة الحجمية راهي ثابتة تاع الجسم الحجم تاع السائل الكتلة الحجمية للسائل ثابتة تاع القيمة في واش هو؟ حجم السائل المزاح دوك تيميدي قال لي في هو حجم السائل يدي سبب شكون اللي يقول علاش؟ كون تكتب انت في هو حجم السائل يدي سبب علاش؟ الحجم تاع السائل هل هذا ولا هذا ولا الكل شكون هو؟ نقصدوا بهذا فقط الحجم تاع السائل المزاح فقط ما نقصدوش بهذا كما كيما واحد التميم واش عطاهم؟ عطاهم السائل الحجم تاعو قداش؟ 300 سنتيمتر مكعب كما قال لهم كي انزاح بقدر من الاخر بقى هنا الداخل بقى 200 سنتيمتر مكعب باش يشوفوا التلميذ اسكو راهو فاهم ولا مش فاهم وقالوا احسب دائره الخامس هو مادام كان 300 ومن بعد كي الاخر انزاح بقات هذا 200 تسمى قداش خرج 300 ناقص 200 قداش تسمى هنا في الاناء هذا خرج 100 هذا الكل نخدموا به ما نخدموش ب 300 وما نخدموش ب 200 نخدموا ب 100 استاذ تسمى بغيت تقول لي استاذ انت باللي رو دائره الخامس هي رو في جي في هذاك هو تاع السائل تاع الحجم تاع الماء اللي ساح يعني على قلت لكم انا كون يكتب لي واحد حجم السائل يدي سبب لازم نكتبوا حجم السائل المزاح نلعبوا على هذا اللي ساح ما نلعبوش على هذا اللي في الاناء الجي واش هي هي الجاذبية يعني انا قلت لكم الواد احنا نشرحوا وكاين طلبه هنا اللي قاعد يسمعوا وقاعد يفهموا وكاين طلبه اللي صموا البكم ماهمش في الدائره تاع الصفا انا قلت لك باش تفهم لازم تكون في دائره الصفا تكون صافي تكون هنا صافي باش تفهم بلا شيء يشرح وانت كدير في راسك هذا فهمت ما شاء الله والله فهمت هذا الشيء اما اللي مش في دائره الصفا
تشرح 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 داخلة منا خارجة منا. والله ما تفهمها، والله ما تفهمها. إذا علاش نحوسوا؟ ها علاش نحوسوا؟ نحوسوا على هذا بعلاقة رياضية نقدروا شنو نسوي به ونقولوا ومنه اسمعني مليح ها والحجم تاع السائل المزاح ولا الحجم تاع السائل المغمور على الجسم المغمور واش تسوي؟ تساوي دافع الخميس خط كسر قسمة المعادلات اللي لاصقين في يدي رو في جي رو في جي هذا هو القانون اللي حد القوه في جي هذا هو القانون واحد هذه علاقة رياضية اللي ما فهمهاش نزيد نعاودها لك نزيد نعاودها لك مثال عندك انت اكس تساوي ا في بي في سي انت باغي تجبد البي هذا شو هذا كل شو دا كل ضرب شو يسوي بي نجي منه نقراوها نجي منه نقراها شو يسوي بي هو القيمة هذيك اللي من هي تكون هي اللي هي اكس قسمة ماذا؟ قسمة المعاملات او العوامل اللي لاصقة في ماذا؟ اللي لاصقة في بي واش لاصق في بي؟ ا سي ترجع ا سي يرجع تحتها اكس تساوي ا في بي في سي انت كي تحوسي على بي شو يسوي بي؟ هو اكس قسمة ماذا؟ ا في سي تبو مليح وركزوا معايا مليح انا عندي دافع الخميس تساوي رو في 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 جي بغي نلقى الفي شو يسوي بي؟ تساوي دافع الخميس اف ا قسمة شكون هما العوامل اللي لاصقين في بي؟ رو في جي شكون ما فهمش اجنا؟ اللي ما فهمش يشوف العلاقة العامة وراها العلاقة الرياضية نبدا نطبق راح نبدا نطبق حجم الماء المزاح يساوي دافت الخميس حسبناها قبل لقيناها 1.3 على رو ها عطينا هذا قداش عطينا 1040 في الجاذبية قداش عطينا 10 شوف كي نروح الوحدات هذا سمعني نروح الوحدات 1.3 هي نيوتن الجاذبية هي نيوتن الكيلو جرام 1040 هذا وش هي كيلو جرام على المتر مكعب سمعني مليح سمعني مليح باش تفهموا الوحدات كيفاش يمشي نبدا نختز الوحدات الكيلو جرام هذا حيروح مع الكيلو جرام والنيوتن هذا حيروح مع النيوتن هذا مقلوب مقلوب المتر مكعب شرجع ترجع النتيجة بواش قيسك على هذا واحد على واحد على متر مكعب كيلو تسمى ترجع مقلوب المقلوب هو الرجوع إلى الأصل ترجع النتيجة بواش بالمتر مكعب هذا هو الحجم تاع واش الحجم تاع السائل المزاح أو الجسم المغمور نعم نفسه إذا أبدا أحسبوا لي ديروا لي 1040 في 10 هي 1400 ديروا لي 1.3 قسمة 1400 10400 مش 1400 0.00 أصفار 125 بطبيعة الحال مانيش غنخليها هكا نعطيكم الرياضة نعطيكم واحد السلم شفيتوا عليه ولا السلم تاع الهجوم قلت أكبر قيمة شكون هي من بعد واش تجي من بعد واش تجي سنتيمتر مكعب شفيتوا عليه هي السلمة السلمة هذا باش تعرف المتر مكعب اللتر اضرب في 1000 اضرب في 1000 وباش تطلع السكالي راح تقسم على 1000 سنتيمتر مكعب باش تروح اللتر راح تقسم على 1000 قسمة 1000 قسمة 1000 صاي اسمعني مليح واش راح نديرو هنا هذه النتيجة هذه المتر مكعب من الأحسن نعوضوها نحولوها إلى اللتر أو نحولوها إلى السنتيمتر مكعب كون نحولوها اللتر تسمى قداش نضرب؟ راح نضرب في 1000 تسمى أزيح فاصلة 3 مرات 1 2 3 دونك نجمو نقولو هنا في الحجم تاع السائل تاعنا 1 2 3 دونك هو 0.125 واش هي النتيجة؟ لتر وكون نحب نديروها نحولوها إلى السنتيمتر مكعب نزيد نضرب في 1000 مرة أخرى نزيد نزيد أزيح فاصلة 3 مرات تعطينا 125 وشو النتيجة؟ سنتيمتر مكعب دونك هنا عطيتكم الحجم بثلاث في ثلاث حالات
كون تقول لي استاذ شكون هو الحرس؟ هو في ثلاثه اصحاب. ماذا بكم؟ اسمعوا الكلام دون اذن. ماذا بكم؟ انا مادام عطانا متر مكعب نعرفوا بلي المتر المكعب النتيجه فيها بزاف اصفار. ماذا بينا نقصوا شي اصفار نضرب فيها نعطي النتيجه بلتر. دونك هي 0.15 لتر او نمدوها بسنتيمتر مكعب. كون تقول لي استاذ انت حسب الراي تاعك شكون هي النتيجه الملاحه؟ انا نقول لك ماذا بها زيها بسنتيمتر مكعب. لانه علاش؟ في التجارب الاستاذ في التجارب ما نخدموش باللتر. كي نعود نخدموا اجسام صغار وتجارب ما نخدموش باللتر وما نخدموش بالمتر مكعب، نخدموا بالسنتيمتر مكعب. اذا كنت تقول لي استاذ احسن طريقه راح نقول لك احسن نتيجه ان نمدوها 125 سنتيمتر مكعب. بصح لازم تكون فاهم السلم هذا تكون فاهمه مني. زيد حرر يوسف الجسم اس من الخيط ووضعه في سائل وقام بتحضيره مسبقا من اجل ان يبقى الجسم عالقا ومستقرا داخله كما راكم شفتوا في الشكل. تسمى الحاله الاخيره واش عطانا؟ عطانا الشكل انه الجسم في حاله ماذا؟ في حاله عالق. واش معنى عالق؟ ما هبط ما طلع، ما هو يطفو ما هو ما غرق. شفتوا في الدرس عطيتكم ثلاث حالات تاع الجسم كيكون يطفو وكيكون عالق يغوص او نقولوا يغرق. جميل. اليوم احنا الجسم عطاهونا في الحاله هذه ولا ندير عالق. واش معناه؟ يعني ما غرق ما هبط خلاص ما يطفو. هنا اما نتكلموا بالكتله الهشيمه تاع الجسم او نتكلموا بواش بروتا الاجسام. هنا نتكلموا مادام قلنا بالكثافه كذا ما كعجبكم ولاد ما عندهاش وحده اوريك الجسم راهو الله يقول ولاد. هنا مادام الجسم هنا راهو عالق هنا معناه راهو في حاله التوازن. عاود معايا الجسم راهو في حاله التوازن. ايه باعتبار الجسم اس في هذا التوازن اكتب شرط توازني في هذه الحاله. شكون يكتب لي ولا مش قلنا شكون يكتب لي شرط التوازن؟ هي ساهله هضرناها قلت لك شرط التوازن. اتفضل اخر نقطه الجسم. نعم الجسم يخضع جسم اس يخضع لقوتان وقوتين متساويتين. باش نزيد نذكروا في الدرس متساويتين الشدة متعاكستين في اتجاه ولهما نفس الحال. تسمى المحاور تاعهم كل يتلاقاو في نقطة. المحاور تاع القوى يتلاقاونا في قوى في نقطة واحدة يتلاقاونا في نقطة واحدة. نعاودو نزيد نرجعو للدرس باش نزيد نوضح مليح في الدرس. تذكروا ولاد بلي شرط التوازن كتبنا معادلة شعاعية. تذكروها ولاد في شرط التوازن. في شرط التوازن تكتب الكلام هذا وتعرفوا تبعوا تزيد تعملوا بواش بمعادلة بمعادلة. تزيدوا بعد على بعضك ما تحركش. قوة إذا تذكروا ذات الخميس والثقل تاع الجسم. الثقل تاع الجسم كان بالكم البداية تاعو شنو هي؟ البداية الشعاع تاعي هي مركز ثقل الجسم. شاكولي نحو مقص هذا هو ثقل تاع الجسم نرمزو برمزة بي صح ولا بي شعاع. هذا هو ثقل الجسم. الجسم هذا عنده ثقل عنده كتلة دونك يخضع إلى قوة جد. مليح. القوة الثانية شكون هي؟ هي دافعة الخميس. واش بها؟ هي نفسها تقريب قوة الثقل لكن واش بها؟ معاكسة نحو الأعلى. قوتان متساويتان في القيم الشدة متعاكستان في الاتجاه. هذه دائما الخميسة هذا نديرو التشفير. هذا يساوي هذا تسمى الحوامل تاعهم يتلاقاو في نقطة. تمام قوة تانية متعاكستان في الاتجاه متساويتان في الشدة متعاكستان في الاتجاه وعلى حامل واحد. أعيد قوة تانية متساويتان في القيمة وفي الشدة. في القيمة يعني الشدة تاعهم 3 نيوتن مثلا 3 نيوتن 1.7 نيوتن مثلا 1.7 نيوتن متعاكستان في الاتجاه التمثيل تاعهم وعلى حامل واحد. هناك فرق الوقت بلي كي نتكلم على قوة زيد وكي نتكلم على شعاع زيد. الشعاع نقولوا طويل
بصح الشده والقوه واش نقول لها شده او قيمه، هذا الفرق بين القوه وبين الشعاع. فهمت؟ الشعاع عنده طول بصح القيمه واش عندها؟ عندها شده. القوه عندها شده وعندها قيمه، قال مثلا 5 نيوتن بصح الشعاع عنده طول واش نقولوا 3 سنتيمتر. هذا الفرق بين الشعاع وبين القوه. كي نقولوا القوه، قوه ثانيه متساويه ثانيه ذي القيمه متعاكسه في الاتجاه وعلى حمل واحد. اذا كون حتى شرط التوازن باش نقول راح نقول اف ا يعني دفع ثابت الخامس زائد بي شعاع يساوي الشعاع الاولى. هذا هو البدء شرط التوازن. هذا هو شرط التوازن. امين نجيب التعبير اللغوي هذا ونكتبوا شرط التوازن. وقلنا مثل راني درت لك شغل عاود في الدرس قال لك مثل راني مثلت القوى المؤثره على جسم اس في هذه الحاله مع وضع الترميز. راني مثلت لكم وضع الترميز. شو انا عاودت كي شغل عاودت لكم في الدرس باش تفهموا مليح شرط التوازن للقوى وكتابه المعادله الشعاعيه. نتكلموا درك على الكثافه. واش رايك مرود في الحاله هذه؟ الجسم هل غرق ولا يطفو ولا راهو عارق؟ مادام عارق واش معناها؟ ايهما اكبر؟ هل الكثافه تاع الجسم اكبر من الكثافه تاع الماء؟ ولا الكثافه تاع الماء اكبر من الكثافه تاع الجسم؟ او في حاله او ولا الحاله الاخيره انهم في حاله واش معناها؟ حاله تساوي. هنا الكثافتين تاع الاخر تساوي. نقولوا الجسم مادام جسم اش واش بيه؟ عارق في الماء واش معنى الهضره هذه؟ معناه كثافة الجسم في الحالة هذه تساوي كثافة كثافة نقولوا مثلا دي واحد تساوي دي اثنين أو دي واحد تساوي دي فتحة نعم تساوي دي اس تثبتكم أنا الرموز دي ال و دي اس دي ال دي ليكيد ودي سيستم ميكانيك تاعنا هذا اللي هو الجملة الميكانيك الجسم هذا اس سمينا سيستم ميكانيك يعني جملة الميكانيك دي ا يساوي دي اس. كون جا الولد الجسم هذا غرق تسمى تولي الكثافة تاعو الكثافة تاع الجسم تاع الجسم أكبر من الكثافة تاع الجسم. كون الجسم هذا يطفو طلع الكثافة تاع الماء أكبر أو الكثافة تاع الجسم أصغر من الكثافة تاع هذا ما كان ماهيش حاجة اللي صعيبة. تمام لا واضحة؟ نكثر القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.